يعني بداية لا يخفى على أحد حالة الطقس البرد الشديد والمنخفض الجوي التي تمر بها المنطقة سواء في تركيا وفي سوريا، شمال حلب سوريا على وجه التحديد. أيضا يعني التوقيت الذي بدأ فيه الزلزال أول مرة كان في الساعة الرابعة صباحا وحوالي الربع أو الثلث، أعتقد أنه كان أيضا في توقيت كان صعب جدا، بحيث أن أغلب الناس نيام، وبالتالي الناس لم تشعر إلا والأبنية تتساقط على رؤوسهم. كمان هذه حالة مفجعة وقاسية جدا، يعني لا يوجد أحد في الشوارع أو في الأماكن التي يمكن أن تكون أقل ضررا بالنسبة للزلازل. نعلم جميعا أن البيوت المتضررة أعدادها كبيرة جدا، تم يعني إحصاء هذا الأمر بتركيا، كون تركيا يعني دولة مستقرة ولديها إمكانياتها وهي تتحضر منذ فترة طويلة لزلازل. ويعني لا يخفى على أحد أن سواء الدولة التركية وسوريا يعني يمر بهم شقوق زلزالية، ولديهم خرائط لممرات زلزالية متصلة فيما بينهم. أما بالنسبة لسوريا فحالها لا يخفى على أحد، الظرف صعب، لا يوجد تحضيرات ولا إمكانيات ولا مخزونات على المنحى الإنساني لإغاثة لحالة الطوارئ، وبالتالي يعني استنفذت سوريا طوال 12 عاما السابقة بكل إمكانياتها. أما بالنسبة لتركيا ولله الحمد فلديها يعني إجراءاتها الاحتياطية، وهي تتحضر منذ فترة إلى زلزال ما يعرف بزلزال إسطنبول الكبير، وبالتالي لديها مستودعات ومخزونات. ومع ذلك نجد أن الدول الآن وبشكل منظم تتفاعل مع الحالة في تركيا. التصريحات الرسمية على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان أن 45 دولة أبدوا استعدادهم لكي يرسلوا يعني قوافل مساعدات، وأيضا من لجان الطوارئ وآليات وما شابه، وأيضا تتوالى يعني أعداد هذه الدول. أما بالنسبة لسوريا فأعتقد أن الأمر ليس بهذه الأريحية. الأول أن المناطق الشمال السوري كما ذكرنا سابقا لا يوجد لديها مخزونات احتياطية ولا يوجد لديها آليات لرفع الأنقاض بهذا الحجم من التداعيات، علما بأنها منطقة مستهدفة ومنطقة حرب. ولكن يعني المفاجأة أن أكثر من منطقة، وإذا أردنا تعدادها فيتجاوز 20 مدينة صغيرة يعني تم إصابتها، وتعتبر الآن محافظة إدلب منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة. وبالتالي أعتقد أن الإمكانيات المتاحة صعبة جدا وضعيفة، وأن حجم المساعدات من الخارج تحتاج إلى إجراءات سواء إمرارها عبر الحدود التركية أو تسهيلات أكبر بالنسبة لذلك.